السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية. أدوية علاج ضغط الدم، كراسول نقط، أقراص لعلاج ضغط الدم المنخفض. كراسول نقط لعلاج ضغط الدم المنخفض، حيث يحتوي الدواء على المادة الفعالة هيبتامينول، وهي عبارة عن محفز للجهاز العصبي المركزي والجهاز القلبي الوعي، ويستخدم بشكل رئيسي لعلاج انخفاض ضغط الدم، حيث يعمل الدواء عن طريق تحفيز الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء والأنسجة المختلفة، وبالتالي يساعد على تحسين الأداء البدني والعقلي. دواعي استخدام كراسول نقط أو أقراص لعلاج ضغط الدم المنخفض. علاج ضغط الدم المنخفض، وهبوط ضغط الدم الانتصابي والميل للإغماء وهبوط الدورة الدموية البسيط والمتوسط والشديد. علاج حالات الوهن والضعف الشديد والإجهاد الجسماني والعصبي. في حالة الهبوط الوظيفي للقلب المصحوب بالتسمم، تصلب الأوعية الدموية لعضلات القلب. في الحالات البسيطة والمتوسطة والشديدة والمتوقعة للهبوط الوظيفي للقلب، خاصة الأمراض القلب الرئوية. في حالات الاختناق لحديث الولادة كمنبه لعضلة القلب وعلاج تشنج قصبي. يعتبر الدواء منشط للجهاز العصبي المركزي، تحسين الأداء البدني والعقلي لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف الأداء البدني والعقلي. جرعة وطريقة استخدام كراسول نقط كراسول أقراص. لا توصف الجرعة إلا من خلال الطبيب المعالج والتشخيص المناسب للحالة، وفي العادة تكون الجرعة كالآتي: الجرعة المعتادة للأطفال الرضع تحت سن 12 سنة تتراوح بين 4 إلى 14 نقطة، أي من 25 إلى 100 ميلي جرام من الدواء حسب السن، ويستخدم من 2 إلى 4 مرات يوميا بحد أقصى 6 مرات يوميا، ولا يمكن زيادة الجرعة من تلقاء نفسك، بل يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج المختص. الجرعة للأطفال فوق سن 12 سنة والبالغين، قرص واحد أو 25 نقطة بما يعادل 150 ميلي جرام، ويستخدم من 2 لأربع مرات بحد أقصى 6 مرات يوميا، ولا يمكن زيادة الجرعة من تلقاء نفسك، بل يجب الرجوع إلى الطبيب المختص. ماذا يحدث إذا تم تناول جرعة زائدة من كوراسول؟ إذا تم تناول جرعة زائدة من الدواء فقد تحدث أعراض جانبية خطيرة، ويجب الحصول على الرعاية الطبية الفورية في حالة الاشتباه بتناول جرعة زائدة. بعض الأعراض الجانبية الشائعة لتناول جرعة زائدة من الدواء تشمل الصداع والدوار والغثيان والتقيؤ والوهن والاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر والتشنجات. يجب تجنب تناول الجرعات الزائدة من الدواء واتباع الجرعة المحددة من قبل الطبيب، كما يجب الاتصال بالطبيب في حالة حدوث أي أعراض غير مألوفة أو مرغوبة. متى يبدأ مع مفعول كوراسول؟ يعمل الدواء على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية وتحفيز عضلة القلب، ويتفاوت وقت بدء المفعول الدواء بين الأفراد حسب الجرعة المستخدمة والحالة الصحية للشخص. عادة ما يبدأ مفعول الدواء بعد حوالي من 15 إلى 30 دقيقة من تناول الجرعة، وتستمر فترة المفعول لمدة تتراوح من 2 إلى 4 ساعات. مع ذلك يجب عدم تناول جرعات زائدة من الدواء واتباع الجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج للحصول على أفضل النتائج وتجنب حدوث أي آثار جانبية غير مرغوبة. كوراسول قبل ولا بعد الأكل؟ ينبغي تناول الدواء وفقا لتعليمات الطبيب المعالج، حيث يمكن تناوله قبل الأكل أو بعد الأكل. بعد الأكل، عادة ما يتم تناول الدواء قبل الأكل بمدة من الوقت، وذلك تحقيق أكثر فاعلية للدواء. مع ذلك يجب اتباع تعليمات الطبيب المعالج بدقة والامتناع عن تغيير الجرعة أو توقيت تناول الدواء دون استشارة طبية، حتى لا يتعرض المريض لأي خطأ أو آثار جانبية غير مرغوبة. الآثار الجانبية وأضرار دواء كوراسول نقط أو أقراص. يمكن أن يسبب الدواء بعض الآثار الجانبية، وتشمل هذه الآثار ما يلي: ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع معدل ضربات القلب، الصداع، الدوار، القلق والتوتر، النعاس والإرهاق، اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان والإسهال والقيء، الحكة والطفح الجلدي، تورم الشفاة والوجه واللسان، صعوبة في التنفس، وتشنج الشعب الهوائية. يجب على المريض الاتصال بالطبيب في حال حدوث أي من هذه الآثار الجانبية أو أي أعراض غير مألوفة، ولا ينبغي تغيير الجرعة أو التوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب المعالج. هل نقط كوراسول مضرة للحامل؟
لا ينبغي للحامل تناول أي دواء دون استشارة طبية، حيث يمكن أن تؤثر الأدوية على الجنين وصحة الحمل. وتأكد من إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية والمكونات التي تتناولها أثناء الحمل لضمان سلامتك وسلامة الجنين. الاحتياطات وموانع استخدام دواء كوراسور. يوجد عدة موانع لاستخدام الدواء، ويجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء في حالة وجود أي من الحالات الآتية: إذا كان المريض لديه حساسية لأي من مكونات الدواء فلا ينبغي استخدامه. يجب تجنب استخدام الدواء في حالة وجود ارتفاع مستمر في ضغط الدم. يجب توخي الحذر عند استخدام الدواء لدى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب. توخي الحذر عند استخدام الدواء لدى المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى أو الكبد. لا ينصح باستخدام الدواء خلال فترة الحمل والرضاعة الطبيعية بدون استشارة الطبيب أو الصيدلاني. الأدوية الأخرى، يجب تجنب استخدام هيبتامينول مع بعض الأدوية مثل الأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم والتي تحتوي على النترات. يجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء، ويجب تناول الجرعات الزائدة أو توقف تناول الدواء دون استشارة الطبيب المعالج. كما يجب الإبلاغ عن الأدوية الأخرى التي يتم تناولها لتجنب حدوث تداخلات دوائية غير مرغوبة. نقط كوراسور للحامل. لا ينصح باستخدام الدواء خلال فترة الحمل، حيث لم يتم إجراء الدراسات الكافية على تأثيرات الدواء على الجنين. يجب على النساء اللواتي يخططن للحمل أو الحوامل استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء. كوراسور والرضاعة. لا ينصح باستخدام الدواء أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، حيث لا يوجد ما يكفي لسلامة الطفل والرضيع. وينبغي على النساء اللواتي يستخدمن هذا الدواء البحث عن بدائل آمنة مع الطبيب المعالج. أتمنى إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لو نالت إعجابكم ادعموا القناة واضغطوا لايك. شكرا لكم.